فتتابع جو يعني مراكز صنع القرار، الإعلام الأمريكي، هذه الزيارة المهمة للرئيس جو بايدن وما يمكن أن ينتج عنها. ربما هذه أول مرة منذ عقدين تقريبا، منذ ما بعد 11 من سبتمبر، نرى أن هناك إجماعا أمريكيا على المستويين السياسي والشعبي لما يقوم به الرئيس جو بايدن. هناك مطالبات جمهورية ربما تتعدى أو تتجاوز سقف المطالب أو سقف السياسة التي يتبعها بايدن. دعني أقول لك بأن ما يقوله جو بايدن هو المظهر اللين تجاه موسكو، على الرغم انتقاده بوتين ووصفه إياه بأنه مجرم حرب وطاغية وديكتاتور وما إلى هنالك. إذا استمعنا إلى ما يقوله القادة الجمهوريون في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، صدقني هناك مطالب أمريكية رسمية تذهب أبعد من ذلك، تطالب بالتدخل العسكري، تطالب بمد الجيش الأوكراني بأسلحة فتاكة وبطائرات وأنظمة دفاعية جوية. اليوم المعلومات، وردا على سؤالك حول الإعلام الأمريكي، الإعلام الأمريكي في اليومين الماضيين يركز على ما يحصل داخل موسكو. هناك معلومات تتحدث عن أن هناك حالة طلاق بين القيادة العسكرية وبوتين، وزير الدفاع سيرجي شويغو معتقل، رئيس الأرجان فاليري جيراسيموف معتقل، مدير الاستخبارات العسكرية FSB معتقل، الداخلية معتقل. هناك وبوتين يحجب عن رأي العام الروسي الأحجام التي لا يمكن تصديقها عن عدد قتلى جنود الروس، يحجب الأرقام لئلا يواجه فتنة داخلية. الرهان الأمريكي اليوم هو أن التغيير سيحصل داخل موسكو، ولذلك هناك تحذيرات أمريكية رسمية من مغبة التعامل مع هذا النظام الروسي، وتحديدا انتقادات وتحذيرات موجهة إلى الصين ودول أخرى مقربة من الصين بأن عليها ألا تتعامل مع موسكو وألا تراهن مع موسكو. ما أظهره بايدن في اليومين الماضيين هو وحدة الناتو، وحدة العالم الحر الديمقراطي الذي يحافظ على قيم الديمقراطية مقابل العالم الديكتاتوري، العالم الرجعي الذي يمثله فلاديمير بوتين.